Thank you.
نحس بفرح كبير أنه أو سيقع التكريمي إثر تقديم أعمال خزفية عديدة طيلة 15 سنة تقريبا بعد تخرجي من التعليم. إذن بعد أن تخرجت من التعليم اخترت أن أصير تلميذا بعدما كنت معلما، وتعلمت في رادس وفي مركز الخزف الفني في سيدي قاسم وباللطام في سيدي قاسم في سليمان، وهاولي باش ترى وهذاك نتاج العمل متاعي. وشكرا لكل من فكر في هذا التكريم، وأنا مدين للخزف بذلك، وشكرا للاتحاد وشكرا للطام وشكرا لكل من ساعدني على أن أتعلم الشيء القليل، لأن الشيء الكبير ما زال في ميدان الخزف. وشكرا. سارة بن عطية، كوميسير صالون الدولي للخزف المعاصر في دورته الخامسة اللي نظمه اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين. الدورة هذه دورة خاصة جدا، بالذات انه كانت بعد الدورات السابقة اللي كانت كوفيد كانت تغيبوا فيها الفنانين الاجانب. سنة عن 7 دول اجنبية مشاركة معنا بالاضافة الى تونس، من كوريا الجنوبية، فرنسا، اسبانيا، مصر، ايران، العراق، الاردن. هذوما فنانين جاوا بعثوا أعمالهم، وفيهم فنانين اللي جاوا التحقوا بافتتاح الصالون هذايا مشاركين معنا وحاضرين معنا لهنا. الدورة هذه تتميز بوجود 70 عمل فني خزفي. هذه الأعمال الخزفية تتراوح بين أعمال مؤثثة في الفضاء، بين منحوتات وجداريات خزفية فيها تقنيات مختلفة، سواء كانت بتقنيات الراكو أو تقنيات الحريق العادي في الفرن، تقنيات اختزال مختلفة. الأعمال هذه فيها روح شبابي هام جدا في الدورة هذه تميزت به، لأنه أغلبية الفنانين، لما نقول أكثر من نصف الفنانين، هم فنانين شبان مازالوا كيتخرجوا وبدأوا تجربتهم الفنية، لكن تجربتهم ثرية جدا باحتكاكهم بفنانين المعاصرين دوليين وفنانين توانسة، واكبوا تجارب فنية مختلفة بجميع يعني أنواع وتخصصات مجال الخزف الفني. الخزف في تونس متطور جدا وله إمكانيات عديدة، ولذلك أنا نرى أن كثير من الخزافين الشباب خاصة شاركوا في هذا المعرض. لا أعرف بالضبط العدد الذي شارك في هذا المعرض، لكن هناك على الأقل 50 ولا 60 خزاف مشارك. بالحقيقة الهدف من هذه المشاركات هي معرفة التقنيات والخزافين الجدد الذين يقومون بتقنيات جديدة وباختلاف الآراء واختلاف القيم في الخزف. الآن أصبح الخزف واحد من المشاركات المهمة، ليس في الدول العربية فقط ولكن في العالم أجمع. لذلك نرى أن كثير من ورشات العمل والسمبوزيوم والوركشوب والمؤتمرات تقام في العالم الكل في الخزف، ولذلك نرى تطورا ملحوظا
مش ملحوظا وإنما أكثر من ملحوظا في فن الخزف العالمي والعربي. خزاف شنيار عبد الله من العراق. نوصل ميساج على ما يقع من لاباج دي سيرفو وين نوصلوا به الحوايج مخترة مثلا لاباج دي سبرين نلقي بهم في الحروب. واحد باللاباج دي سبرين هنا عملت العمل هدايا اللي هو بيتمثل في مدلكة وصابون ومخ وبروس باش نوصل الميساج اللي هو ثم لافاج اللي يكون اختار برش. هذه لافاج دي سبرين بطريقة أخرى هاكا لي سيرفو في ماشينة لافي وديما في نفس السياق. حبيت نوصل ديما فكرة لافاج دي سيرفو وما يترتب عليه من أخطار ومن كل ما يترتب عليه من أشياء غير حميدة وغير ممكنة. هذه الانفلونس على الملتي ميديا والريزو سوسيو. دونك في الاكسبيريونس هذيا اللي تسبقها اكسبيريونس اخرى معناتها سبقتها اون 2020، في الاكسبيريونس هذيا جي ترافايي سور لو فورتكس. ان فيت جي فيكو معناتها اون بيريود اللي فيها ان فورتكس ايموشنيل كبير برشا. اي لا سيراميك نجم تقول سي ما ثيرابي. دونك ا بارتير من التير اللي انا متكونه منه معناتها ديجا لتر هومان il est en terre, fille rouh, la céramique aussi. Et j'ai donné par la vidéo l'âme du vortex. Et l'Iria fait haser d'achat et contribution à l'essence alcool. Tu vois, la céramique que tu as, le vortex en fait, l'idée, le vortex de Dawema, et toi, tu as, qui fait, c'est qu'il y a haya. Mais je fixe. Donc, ce qui est figé n'est plus figé à partir de la lumière. La lumière en nous, elle est tralina, nahna, on bouge, on crée, on a qui, on a rouh. La céramique, on a rouh, mais elle est figée. La jatel a rouh à travers la technologie de l'art vidéo. Il y a une vidéo de l'œuvre qui est en train de tourner. اليوم في افتتاح الصالون الدولي للخزف في دورته الثانية الحمد لله، ومعرض فيه أعمال رائعة، أعمال تستحق الزيارة. يلزم أهل الاختصاص وخاصة الخزافين والخزافات يزوروا المعرض هذا ويحكيوا مع أصحاب الأعمال لأعمال تجلب الانتباه من حيث التكوين، من حيث البناء، من حيث الألوان كذلك، ومن حيث الأسلوب اللي موجود عليه هذه الأعمال، أعمال معناها تستحق الدراسة. هذا اللي حبيت نقوله في هذا المعرض وهذا الصالون. إن شاء الله الصالون ياخو خطوة أقوى من هذه المرة الجاية في الدورة الثالثة متاعه، ويكون معناها أوسع ومشاركات من الدول الصديقة والشقيقة أوسع، وكذلك من أهل الاختصاص يكون أوسع. هذا اللي حبيت نقوله في هذه الدورة، وبارك الله فيكم. بلدية تونس ديما تساند وتساهم المناسبات والمواعيد الثقافية الهامة، سواء كان في الفن التشكيلي، في المسرح، في الموسيقى، في مختلف الأنماط الفنية، وتحاول تدعم مختلف المنظمات والجمعيات المجتمع المدني، منها اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين اللي بلدية تونس داعم رئيسي للاتحاد من خلال وضع الفضاءات الثقافية اللي قال غي داخل على ذمته،
باش يكمل في الإبداع ويكمل يفعل المشهد التشكيلي التونسي. أول حاجة نرحبوا بكم على الحضور في صالون الخزف، صالون الدولي الخزف في الدورة الخامسة. نحب نشكر جميع معناتها الفنانين اللي شاركوا معنا. بالنسبة للدورة هذه هي الدورة الخامسة، دورة كانت معناتها كالعادة ثرية تجمع معناتها ثمانية دول من جميع معناتها دول العالم. نحبوا هنا بما أنه في الدورة الفارطة كان عنا ميزة أنه نكرمه معناتها الفنانين الخزفين، وهذا أقل حاجة نقدموه معناتها الفنانين اللي خدموا وخلاوا أثر في الخزف الفني معناتها في البلاد التونسية. اليوم بالنسبة لنا احنا فما قرابة 70 عمل لمجموعة معناتها الفنانين، كما قلت هنا معناتها فنانين توانسة، فنانين معناتها من مصر، من فرنسا، كوريا جنوبية، حاصلوا معناتها دول عربية ودول أجنبية. مرحبا بهم. نحب زاد نرحبوا بالفنان الخزاف سي شنيار. سي شنيار، نحب نرحبوا به. سي شنيار بالنسبة لنا خصيصا للصالون. مرحبا سي شنيار. سي سنيار هو راهو عراقي وتونسي في نفس الوقت، بما انه عاد معنا مده باهيه قرابه 10 سنين، من 20 سنه موجود معنا في تونس، و10 سنين في وزاره تونس. هكا سي سنيار 10 سنين في وزاره تونس، معناتها كون مجموعه معناتها هائله من الفنانين من الطلبه اللي تخرجوا. الشيء اللي نحب نقوله انه ان شاء الله العاده هذه تقعد ويقعد الاتحاد الفني التشكيليين قائم بالدور نتاعو انه يعمل هذا النوع من المعارض اللي ذات الاختصاص الخزف الفوتو. بالطبيعه ما غير ما نساو معناتها الشهر الوطني اللي يجمع فيه معناتها شله معناتها من الفنانين التوانسه. واليوم بما انه الكوميسير تاع الاكسبو هي مدام ساره بن عطيه، ما نجمش نشكرها خاطر منا فينا معناتها واحد كل شيء، فهمتني؟ معناتها ما غير ما نشكرها وانتم افهموا معناتها، نعطيها الصحة على كل شيء اللي قامت فيه. ونعطيها الكلمة خاطر كما قلت لكم احنا العادة نتاعنا انه نكرموا مجموعة الفنانين. السنة اخترنا انه باش يكون معنا الفنان الخزاف سي محسن الزغلامي، معناتها عنده تجربة ثرية، تجربة معناتها على امتداد عقود من الزمن. نعطي الكلمة لمدام سارة باش تعطينا لمحة أكثر على المعرض وعلى الفنان الخزاف سي محسن الزغلامي. تفضل. شكرا سي نزار. نحب نجدد شكري لجميع الحاضرين، وبالذات نجدد شكري للشباب الخزافين اللي يعني في أول دورة ليهم يشاركوا معنا لهنا، وشدوا صحيح باش يشاركوا باش يكملوا إن شاء الله في مسيرتهم، في بداية خطواتهم ومسيرتهم. نحب نشكر زادة يعني كل اللي ساهم في إنجاز هذا الصالون من قريب أو من بعيد، بالذات الفنانين الأجانب اللي يعتذروا على يعني عدم وجودهم هوني لأسباب، يعني أولا الحصول على تأشيرة باش يدخلوا لتونس تعطلوا لحد الآن، الأجانب بالذات المصريين ما نجموش يتحصلوا عليها، عندهم أكثر من 3 أسابيع وما تحصلوش عليها، لكن بعثوا أعمالهم. يعني فما 10 فنانين أجانب بعثوا أعمالهم وموجودة معنا في الصالون، أعمال جات من
إيران، من المجر إيران عن عباس أكبري، من المجر أنيتا توت، إسبانيا شوان فيكاريا بيريز، من كوريا الجنوبية تي هيو لينغ، من مصر عن مروة زكريا، أسامة إمام، عماد فكري، ثم محمد سمير الجندي، من فرنسا إليزابيث لغتيف. ثم ثلة كبيرة، مجموعة كبيرة من الخزافين التوانسة يقاربوا أكثر من 30 فنان مشاركين معنا، من شباب ومن فنانين يعني عندهم تجربة كبيرة في الخزف الفني. نذكر هنا الفنان سي محسن الزغلامي، اليوم حبينا نكرموه. سي محسن بدأ يشتغل في الخزف منذ 2001 تقريبا، وتجربته في الخزف هي تجربة خليني أقول عندها علاقة بالمحيط اللي يعيش فيه سي محسن، يعني فيها نوع من الفكاهة من الطرافة، لكن وراءها هناك بعد نقدي سياسي اجتماعي كبير برشا. سي محسن يحب يوصل رسالة من خلال الأعمال متاعو، باش نخلي له هو الفرصة باش يتكلم عليها، لكن نحب نأكد اللي هو كان مربي كبير تربوا على يديه أجيال كثيرة في مجال الفنون في المدارس الابتدائية ثم في مدارس مختصة. الفن متاعه لا يقتصر فقط عن الخزف، لكن في أيضا في الخط، ثم عمل معارض كثيرة في مستوى الخط العربي سواء كان في تونس أو في هولندا، بالإضافة إلى معارض شخصية في مجال الخزف الفني. وتصحب هذه المعارض أمسيات شعرية هكا، ولا سي محسن يظل يكتب شوية شعر، يقول شوية شعر، دونك يكتب شوية شعر، ولذا هو فنان يعني ذو اختصاصات متعدة، لكن أعماله كلها هي لها جانب إنساني كبير ياسر، كما الإنسان هذا الكريم جدا اللي قلبه كبير واللي عنده برشا محبة يوصلها للناس. سي محسن نعطيك الكلمة. أنا نتكلم بالورقة مسالش، بالورقة مسالش، هذه ما عادتش لحظة لا ايش ياسر السلام عليكم جميعا. السلام عليكم جميعا، حضرات الحاضرين وحضرات المنظمين، لقد جئت يوما لألعب بالطين، علني أستريح من تعب السنين الطويلة التي قضيتها في مجالات التربية والتعليم، لأني كنت معلما. جئت ليلعب بالطين، فإذا بالطين يشدني إليه فتعلقت به، وجدته لينا حنونا ومطاوعا، فكنت كلما أنزع اللفافة عن البدان لا أعرف ماذا سيكون وكيف سيكون إلا بعد أن أداعبه وألمسه وأغمس فيه أصابعي وأقتطع منه اللقمة تلو اللقمة وأدخل في حالة التكوين، فإذا هو شكل من أشكال الحياة قد أكون عاينته أو عاصرته أو عاشرته أو فكرت فيه بين غفوة ومنام، وما اقتدرت عليه لم يكن إلا بعد أن تعلمت خصائص الطين وتقنياته وطرق التعامل معه
من طرف أساتذة مقتدرين، سواء كان ذلك في مركز الفن الحي برادس أو في المركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم أو مع جمعية لطام بسليمان. لقد تعلمت أشياء وما زالت أشياء كثيرة، فميدان الخزف شاسع ولم أنهل منه إلا القليل. أخيرا اسمحوا لي أن أحيي اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين والأطام على هذا التكريم. أكهو لا أكهو معناه لا معناه معناه في اللي حييته مكهو لا على هذا التكريم. وأشكر جميع صديقاتي وأصدقائي وعلى رأسهم المنجي الحربي، وأشكر بصفة خاصة الأستاذة سارة بن عطي على مساعدتها لي بتوجيهاتها القيمة. والسلام. تم ختام. نحب نزيد نحن نشكرك أنت على المسيرة هذه بكل صراحة، معناتها تستحق سي محسن أنك تتكرم، وأعمالك معناتها قاعدة تقدم معناتها في قراءات نقدية من خلال مادة التين. هنا نشوفوا نحن بكل صراحة أعمالك معناتها فيها الجانب الكاريكاتوري، فهمتني؟ بكريكا زميلتي سارة قالت معناتها أعمال ساخرة، وبكل صراحة نرجع اللي يقول لك معناتها عبارة تقدم في أعمال أنك تسخر من الواقع متاعنا، فهمتني؟ وإن شاء الله الواقع معناتها في المستقبل يكون خير لا محالة سيب. هنا نحب أول حاجة نشكر بلدي تونس معناتها على معناتها إتاحتنا معناتها الفرصة لنا أن نقوم بهذه الأنواع من المعارض، فهمتني؟ ونحن بكل صراحة يا بلدي تونس ونحن في شراكة معناتها معناتها قديمة ومتجدة، وإن شاء الله تستمر الشراكة هذه. نشكر زادة مدام مدام بسمة على حضورها، ونشكر مدام سعاد على بكل صراحة هنا أنه الباب تاع البالي ونأكد محلول الاتحاد ومحلول معناتها الجميع سيغراس مدام سعاد. به نحب نعطي الكلمة لسي شنيار، فهمتني؟ هو فنان تشكيلي كما قلنا، نعاود نأكدها، العراقي تونسي، والكلمة ليه. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. الحقيقة أنا نص عراقي ونص تونسي، على خاطر جيت درست في المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس من عام 2000، ودكتورة سارة كانت واحدة من طالبات المميزات طبعا في ذلك الوقت. الحمد لله درست 10 سنوات في المعهد العالي، وبعدين استمريت بالمشاركة في كل النشاطات والفعاليات اللي تقيمها سواء كان اتحاد الفنانين أو كان معناتها المركز الخزف الفني في سيدي قاسم. أشكركم على هذه إتاحة الفرصة للتكلم، وشكرا جزيلا لكل القائمين في هذا المعرض. شكر ليك. نحب نشكر سلاح بيب، نشكر سي محمد المالكي، نشكر جميع الحضور. توش باش نقدموا مجموعة معناتها تروفي شهادة باش تقعد كذكرى معناتها من اتحاد فني تشكيليين للفنان سي محسن الزغلامي. أتي مدام سعاد.
بدوا شوية في اللونج